السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، اموركم هنيه. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احوال طيبه. هذا الفيديو كنت وجدته وحطيته لكم نهار الجمعه، ولكن للاسف ما عرفتش وقع فيه شي مشكل، ما كانش نهائيا الصوت فيه، كانت غير الموسيقى فقط، يعني شفتوا غير الفيديو بدون مقادير ولا حتى الطريقه ديالو. داكشي علاش مسحت الفيديو وعاودت ليه المونتاج، وغادي نعاود ننزلو لكم لانه فعلا كيستحق انني نعاود زعما نخدم عليه ونحطو لكم. الوصفه كانت جد جد رائعه، كلاص كان رائع، وخصوصا انه سهل، مكونين فقط تقدروا توجدوا كلاص للضيافه، كيجي شي حاجه راقيه هماوي واللي يحمر لكم وجهكم قدام الضيافه. بالنسبه للمقادير، خديت نص لتر ديال الكريمه، الكريمه تكون مسوسه البنات، ما تكونش حلوه. انا كنخدم بها بيراتوس، هذه راه ديال الطبخ والحلويات في نفس الوقت، زوينه بزاف. كي قلت لكم ضروري تكون مسوسه، الا درتو مثلا بحال هلاله حلوه غيجيكم الحلوه فيه كثيره بزاف، ما غاديش تقدروا تستحملوها. كنطرب الكريمه واحد شويه، غير شويه، غير تبان ليا شويه بيبدا يضعف الحجم ديالها، غادي نحبس. غادي نضيف ليها الحليب المركز المحلى كراميل، بغيتي تضيفوا الحليب المركز المحلى العادي ضيفوه، انا بغيت نعطيها لوغوت الكراميل. بحال مثلا اللي باغي يعطيها لوغوت الفريز، ديروا الحليب المحلى المركز المحلى العادي وضيفوا النكهه اللي بغيتوا، كديروا فاني فريز شوكولا، المهم كيبقى لكم ديك الساعه الاختيار. كنتو بغيتوا الكراميل كديروا هاد نيسلي كراميل. صافي، هنايا غادي نبدا نطرب وغادي نشوف واش غادي نحتاج انني نزيد الكراميل، ديك الساعه غادي نزيدو. مهم ضروري ما كتذوقوا، كتشوفوا على حسب لوغو، على حسب حتى الحلاوه. بغيتوا تزيدوا تعززوا النكهه ضيفوا ديك النكهه ديال الكراميل ضيفوها. انا هنايا كنستغني عليها، يكفي هاد الكراميل اللي درت فقط راه كيعطي النكهه. صافي، كنستمر في الخلط حتى كيضاعف عندي الحجم، وكنحصل هكا على كريمه شاده شويه في راسها، ماشي بزاف باش يسهل عليا هكا نخدم بها في المول. نزلتها في واحد الكاس باش تسهل عليا هكا نخدم بها. خديت القوالب ديال الماغنوم، درت فيهم العواد ديال الكلاص. هنايا تقدروا تستخدموا اي نوع بغيتو ديال الكلاص، عندكم هذوك الاخرين ديال البلاستيك تخدموا بهم اللي بغيتو، مهم كيبقى لكم الاختيار الشكل اللي بغيتو. الشكل ديال الماغنوم صراحه كيجي زوين، الشكل ديالو، داكشي علاش فضلت ندير هاد القوالب هادو، وحتى في الخدمه سهل وفي الديمولاج ديالو سهل. كنحاول هكا نضرب المول مع البلون دو طرافاي باش نضمن ان الكريمه شدات ليا لا فورم ديال المول. وعاد كناخذ السباتول، كنشوف البلايص اللي خص فيهم الكريمه كنزيدهم، من بعد كنفيني باش تجيني هكا الوجه ديال الكلاص مقاد. صافي، غادي نغطي، غادي ندخلهم للكونجيلاتور. وهنايا شطت ليا الكلاص، الكريمه ديال الكلاص، وغادي نصوب بها تورته هكا اللي تقدموا للضيافه، غزاله بحال اللي كتباع في المحلات بحال اوليفيري. وهذا صراحه كيجي واحد الكلاص اللي هو معلك وبنين، ومن المذاق ديالو باين باللي المكونات ديالو شي حاجه ذو قيمه. شنو خديت هنا كيف ما بان لكم، ساشيات عامرين بالبسكوي كل نوع في شكل، كان عندي صابلي، كان عندي توستاده، الاوريو، الايو، المهم جمعت داك البسكوي كامل اللي عندي، ما كيهمش النوع واخا تخلطوا ولا ديروا النوع اللي بغيتوا اللي كيعجبكم. صافي، طحنتو، جيت عاوتاني الشوكولا عندي كل قريعه فيها شويه، شديتهم، هذه هي الفرصه باش حيدت عليا دوك القريعات، هي باش جمعت البسكوي. كنضيف الشوكولاته وكنخلط حتى كنحصل على واحد العجينه اللي نقدر نشكلها. خديتها درتها في المول دائري، لكم الاختيار بغيتو مربع بغيتو اللي بغيتو. صافي، وكنضغط وكنحاول هكا نبسط الوجه ديالها باش تعطيني واحد الطبقه اللي هي متماسكه وجايه بلا. صافي، من بعد غادي نجي نفرغ ديك الكريمه اللي عندي. غير هو واحد القضيه بالنسبه للبلا، فين كنصايب التورته ديالي، راني غلفتو بالبابي باش هكا، اولا بالفيلم اليمونتير باش هكا في الديمولاج كيسهل عليا انني نهز الكلاص. صافي، غادي نصب الكريمه اللي عندي كامله. هنايا ممكن انكم تضيفوا نصف ديال الكريمه،
وديروا النسلي كراميل وعاد ضيفوا الطبقه الاخرى، يعني هكا باش يجي منك كيف ما تقدروا تضيفوا حبيبات الشوكولاتة، تضيفوا اللي فخوي الساك، تضيفوا اي حاجه بغيتوا ولا البسكوي اللي بغيتوا. المهم هنايا غادي ندوز الشوكولا باش غادي نغلف الكلاص اللي عندي. هنايا خديت شويه ديال اللوز حمرته، اللوز كونكاسي، خديت كذلك الشوكولات. هنايا خدمت بالشوكولات كالبو، غير ضروري ما تضيفوا ليه الزيت باش يدوب معكم. وعاد ديك الساعه من بعد ما كيدوب الشوكولات مزيان كنتاكد انه داب، كنضيف ليه داك اللوز. هنا تقدروا ديروا اللوز او لا الكاوكاو اللي توفر عندكم، كنضيف شويه بشويه وكنخلط حتى كنحصل على القياس اللي بغيت ديال اللوز، صافي وكنحبس. من بعد كنجيب واحد الكاس اللي كيكون عريض شويه وجاي هكا طالع باش يسهل عليا الخدمه فيه، كنفرغ فيه داك الخليط اللي عندي ديال الشوكولا. لي غلاس ديجا انا ديموليتهم من المول وعاودت رديتهم للكونجيلاتور باش كيشدوا فراسهم، حيت غير في ديك الوقت باش كتبداو ديمولي وراه دغيا كيطلقوا، باش انا هكا ما يكونش دايب معايا منين نجي نغطسو في الشوكولات ما يطيحش ليا من العود. هنايا خديت واحد البابي سولفيغيزي هو علاش نحط باش ما يخسرش ليا الشكل ديالهم. صافي اون فوا كنغطس الكلاص غير كنهزو شويه هكا كيقطر كنحطو ديريكت. من بعد دخلتهم للمجمد، دزت هنايا اللي غنقول لكم هو الكلاص راه خليته انا ليله اولا نهار كامل هو في الكونجيلاتور حتى شد راسو مزيان مزيان. يعني هاد الوصفه هذه اللي كتشوفوا راه ما درتهاش في نهار واحد، راه تقريبا على مده 3 ايام فاش درتها. ديموليت الكلاص اولا تورطه الكلاص من المول، اكيد استعنت بالسكين باش يسهل عليا الديمولاج، حطيتها في البلا فاش نبريزونتي، من التحت درت هذاك السوطاخت باش كنحافظ على البلا ديالي ما يتجرحش. هنا التزيين كيبقى لكم الاختيار اللي متوفر عندكم، انا قلبت داكشي اللي عندي هو باش غادي نخدم، مهم نتوما ديك الساعه لكم الاختيار. خديت اللوز ايفي اللي حمرته شويه درته على الوجه، كان عندي هنايا النوازيت حتى هو زوقت به. بالنسبه لهاد النوازيت اولا الفواكه الجافه اون جينيرال البنات هي بين قوسين انا كنحمرهم عند الفران ديال الحومه، كاين واحد السيد خاص كيصايبهم كتحمرهم بلا ملحه بلا والو، كيجيو بنان عمركم ما باقي تاكلوا لي فخوي السيك بالملح الا دقتو هادو، سواء الكاجو سواء بيستاش، كلشي كلشي لي فخوي لي عندي السيك هكا باش كنصايبوهم كنشريهم خضرين ونقادوهم. مهم من بعد ضفت دوك الكريات الشوكولات الصغيوري اللي كيتبع باش كنزينو الكيك، ضفت كذلك لي بيبيت دو شوكولا. هنايا كان عندي هاد الشوكولا ديال المارس حتى هو حطيتو زينت به، عندي كذلك دوك العصيات اولا دوك لي سيغار حتى هما غادي نزين بهم. المهم على حسب المتوفر بغيتو لي فخوي اللي عندكم زينوا به. هنايا خديت نسلي كراميل دوبتو دوبتو هكا وكنهزو بالمعلقه وكنزين به هكا بخطوط فوق الكلاص، تيعطي واحد الشكل غزال صراحه، تيجي زويون وحتى تيعطي داك المذاق وتزيد تيعزز النكهه ديال الكراميل في الكلاص. كي قلت لكم زينت كذلك بالسيجار، صراحه ما كانتش عندي واحد الفكره ديال التزيين في راسي، غير كنحط المكونات اللي عندي وانا كنضيف حاجه وكتبان لي حاجه، وانا كنت كنزين بانت لي هذه الفكره ديال انني نلصق هذا العصي ديال السيجار هكا، وصراحه جا الشكل ديالهم زويون. وداك الشيء دوك الفريت حتى الصغيورين الطريفات الصغيورين اللي بقاو ضفتهم هكا على الوجهات الكلاص. غير واحد القضيه اللي غنقول لكم بالنسبه لهاد هاد المكونات اولا هاد التزيين هذا اللي غادي نديرو سورتو بحال اللوز بحال هاد لي سيغار، ما ديرهم حتى لاخر اللحظه، لان الا درتهم ودخلتهم للمجمد غادي يلواو ما يبقاش فيهم ديك القرمشه. وكان هذا هو الشكل ديال الكلاص كيف ما شفتوا البنات، كيجي الشكل ديالو غزال 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 بزاف بزاف شكلا ومذاقا، صدقوني يا البنات غادي تجربوه وغادي اكيد غادي تولي هذه الوصفه عندكم معتمده، خصوصا انكم تقدروا تنكهوها باي مذاق اللي بغيتوا. اما هذا الكلاص ديال الماغنوم ما نعاودش لكم البنات، جا اكثر من رائع، ما بقاش تبارك الله تكونسوما دغيا، سورتو كي قلت لكم حتى النوعيه ديال الشوكولاته راه كتلعب الدور اللي كنديروا هنايا في التغليف ديال الكلاص، وداك الكروكون ديال اللوز عطاها واحد المذاق غزال بزاف بزاف. غنقطع لكم طريف وغادي تشوفوا الكلاص كي كيجي هكا من الداخل، هكا فاش تبغوا تقدموه زيدوا زينوه بدوك الخطوط ديال الكراميل
كان صراحة وصفة اللي غزالة بزاف، كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا في التعاليق قولوا لي كي جاتكم، خصوصا انها فكرة زعما ما نقلتها من حتى شي حاجة صراحة. انا البنات هذه فكرة طاحت عليا الراسي ديال انني ندير البسكويت لتحت والكلاص الفوق، وجات فكرة غزالة بزاف.